تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تتضمن دعوة جلالته للمشاركة في قمة قادة العالم للدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم. وقد سلم الرسالة لجلالة الملك المعظم سعادة السفير ياسر محمد أحمد شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة، وذلك خلال استقبال جلالته له في قصر الصافية هذا اليوم، حيث أعرب جلالته حفظه الله عن شكره وتقديره لأخيه فخامة الرئيس المصري على هذه الدعوة الكريمة، مشيدا بما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية متميزة وراسخة، منوها بالمستوى المتطور الذي وصل إليه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين على كافة المستويات. كما أعرب جلالته عن تقديره واعتزازه بالدور المحوري الفاعل الذي تطلع به جمهورية مصر العربية الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي ومساهماتها بمبادراتها المهمة في خدمة البشرية جمعاء، متمنيا جلالته لجمهورية مصر العربية التوفيق والنجاح في استضافة فعاليات القمة العالمية للمناخ والتوصل إلى نتائج إيجابية ومثمرة لدعم تعزيز الجهود الدولية الرامية لمواجهة التغير المناخي وتبعاته تحقيقا لمصالح دول وشعوب العالم أجمع.